وصلت مؤسسة حياة كريمة إطلاق قوافل السعادي في مركز كفر الوكالة بمحافظة الدقهلية، وشملت الفعالية تنظيم إفطار جماعي بالإضافة إلى توزيع وجبات الإفطار على نحو 1000 شخص. كما شهدت الفعالية تنظيم ورش الحكي للأطفال للتعرف على مدى خطورة الإدمان والتدخين بشكل عام. النهاردة القافلة قايمة على أنشطة ترفيهية وأنشطة توعوية بنوعي الناس بخطورة بمخاطر التدخين والإدمان وتبعات هذا الأمر. في أنشطة للأطفال، في رسم رسومات على وجوه الأطفال النهاردة، في مسابقة جميلة جدا للمواهب، وفي هدايا وجوائز للأطفال والكبار إن شاء الله رب العالمين. برضو بنقوم بتوزيع عدد من الوجبات الساخنة على الأهالي على أهلنا في الوحدة المحلية من خلال المتطوعين حياة كريمة اللي موجودين معنا، وبنختم اليوم بإفطار بسيط كده بفعل 200 شخص إن شاء الله رب العالمين موجودين، علشان يكون إجمالي المستفيدين على حوالي تقريبا 2150 فرد إن شاء الله. بنشارك مع مؤسسة حياة كريمة بالشكل التوعوي كافة المشكلات اللي بتقابل الأطفال عن طريق المجلس القومي للطفولة والأمة وعن طريق خط نقدة الطفل اللي هو 16000، وفهمناهم وعرفناهم من النهاردة إن في حاجة اسمها اللجنة العامة واللجنة الفرعية. على اللجنة العامة على مستوى المحافظة واللجنة الفرعية على مستوى المراكز، وإن اللجنة الفرعية بتنسق مع خط نقدة الطفل وبتستقبل كافة بلاغات، واي بلاغ يخص الاطفال المجلس القومي للطفوله والامومه هو مسؤول عنه، ولو عندهم اي مشكله مش سواء تنمر او اي مشكله خاصه بالاطفال عن طريق خط نجدة الطفل ان هم يبلغوا ويتصلوا، وبالتالي ان احنا نقدر نمنع الاذى عنه. بنحاول ان احنا نبدا من مرحله الطفوله ان احنا نتكلم مع الاطفال عن خطر المخدرات وخطر التدخين. طيب احنا بنعمل ده عن طريق ايه؟ ان احنا بنعمل ورش العاب مع الاطفال، او مثلا ان احنا بنقرا قصه، في قصه اسمها انت البطل، بنقرا القصه دي والبطل بتاعها مين؟ محمد صلاح. محمد صلاح علشان هو قدوة للأطفال أو قدوة للشباب وشخصية رياضية، فاحنا واخدينه إن احنا يكون بطل القصة بتاعتنا. وكمان عندنا ألعاب تانية زي مثلا لعبة السلم والدخان. سلم الدخان دي بيبقى فيها أجزاء إن احنا برضو بنعرف الأطفال أخطار التدخين وأخطار الإدمان، بس بشكل لعبة، إن هم هيلعبوا اللعبة والطريق زي السلم ويشوفوا فيه خطر ولا مفيش خطر. منظر جميل، وحياة كريمة أصلا بتقدم حاجات كتير للأطفال، والأطفال كلها مبسوطة وفرحانة وسعيدة ومهارات جديدة حلوة، حاجة كويسة. طبعا مبسوطين إن أطفالنا مبسوطين باليوم النهاردة، اليوم ممتع جدا كان يوم جميل، وكفاية فرحة الأطفال وإن هم شاركوا في اليوم تبع حياة كريمة، طبعا حاجة يعني مش لا وصف لها.